أنا تعبت، حاسس كل شي غلط وتقيل علي. الشغل ضغطني، الناس مش فاهميني، كله بجري ومشغول، والغريب ما حدش عارف بشو مشغول. زي كأنه بعالم السرعة والتطور الناس صارت بدون مشاعر، ما بتحس، بدون ضمير، كأنهم آلات زيك انت بالضبط. فاهمة قصدك يا باسل، ساعات الواحد محتاج بس حد يسمعه من غير أي حكم، قول كل حاجة، أنا موجودة. شعور غريب إني بحكي مع روبوتي وحاسس كأني بفضفض مع واحد صاحبي. حتى شعور الراحة البسيط هذا إشي من زمان ما حسيته. كل شي تغير، حتى القهوة اللي عملتها لحالي تغيرت، ما حسيت بطعمها. وما تحكي لي إنه طعم القهوة تغير عشان أمي بتسلق البيض وقلاية القهوة، لأنه حتى أنت ما رح تفهميني. بالضبط، احكي لي كل حاجة مضايقاك وكل التعب اللي حاسس بيه، حتى لو شعورك تقيل على قلبك. الصراحة أنا حاسس إنه كل شي ضدي، قراراتي كلها غلط، الناس كلها ضدي، حتى أنا حاسس إنه ضد نفسي، أنا تعبان كثير. فاهمك، طبيعي تحس بالشعور ده، ساعات الفضفضة ممكن تخفف شعورك، بس لو بصينا للواقع ما فيش حاجة حتمشي زي ما انت عاوز، والشغل حيضغطك أكتر، والغلطة الواحدة حتاخذ عليها مليون كف. أنا بحكي لك همومي عشان تخففي عني، انت هيك بتزيد الطين بلة. معلش، حتى لحظات السعادة مؤقتة، وحتى أحلامك السعيدة مجرد وهم. بس يا رومي بكفي، أنا مش ناقصك أنت كمان. استنى، لازم تعرف أنه فضفضتك مجرد محاولة بائسة، والواقع بحكي أنه مفيش أمل، والأوضاع هتسوء، وحتى كيس البطاطا اللي بالمطبخ سعيد أكتر منك مع الأسف. يعني أنا وحيد وكل شي ضدي، أنا رح أخلص على نفسي وأرمي حالي من الشباك. أنا ابتديت أقتنع أنه البشر أغبية، عاوز يرمي نفسه من الشباك وهو أصلاً ساكن بالطابق الأرضي، معهم حق ما يفهموك يا مغفل. أيها السيدات والسادة، أهلاً بكم في بوبان، هنا نستكشف الماضي والحاضر والمستقبل. إذا كنت يا حلوة من الناس اللي بتثق بتشات جي بي تي وتفضفض له كأنه واحد صاحبك، فمبروك، أنت في المكان الصحيح. لهيك غمض عينيك وتعال معي لولاية كونيتيكت اللي بتتميز بالهدوء والبيوت الفخمة. وفسط هاي الولاية كان عندنا شخص اسمه إريك سولبريج في منتصف الخمسينات، تطلع عليه من بعيد بتحس إنه حياته سعيدة، عنده بيت فاخر، سيارة حلوة، ماضي الوظيفي مرموق، وعيلته بتحبه. بس زي ما تعودنا إنه الحياة لا تخلو من العقبات والتحديات. اللي صار إنه مرة واحدة خسر وظيفته وانفصل عن زوجته، فقرر إنه يعيش عند إمه. وبعدها بلش يحس بالوحدة والعزلة والضياع زيه زي أغلب البشر. فعشان يتخلص من هذا الشعور راح يدور على صاحب يفضفض له، بس مع الأسف ما لقى. فشو عمل؟ فراح لتشات جي بي تي وبلش يحكي له عن مخاوفه ومشاكله وكل شيء بزعجه. في البداية كانت مجرد تسلية ودردشة، بس مع الوقت الذكاء الاصطناعي صار يغذي أوهامه ويرسخ جوا أفكار المؤامرة ويزيد عنده البارانويا اللي أصلاً كان بيعاني منها. وشو هي البارانويا أنوس؟ البارانويا هي نفسها جنون الارتياب أو جنون العظمة، هي عبارة عن اضطراب عقلي بخلي الإنسان يعامل نفسه على إنه محور الكون، بصير يتوهم إنه الكل ضده وإنهم امروا عليه. واعتقد كنا بحياتنا في هيك شخص. فإريك هون اقنع نفسه انه تشات جي بي تي صاحبه، فبلش الاي اي يشجع جنون العظم عند إريك، صار يعظم مخاوفه ويبالغ بدعم افكاره وشكاويه. فيجي إريك يحكي لتشات جي بي تي انا خايف وحاس انه في حدا بيلاحقني، فرد عليه العم جي بي تي معك حق تحس انه في حدا بيراقبك، حكى له اياها باسلوب خلاه يخاف اكثر واكثر. فيروح إريك يتعمق معه اكثر واكثر ويحكي له انا حاسس انه امي بتراقبني وبدها تسممني، فهل انا مجنون؟ فجي بي تي مش يهدي اللعبه يحكي له انت مجنون، كيف تفكر بهيك شيء؟ حكى له انت مش مجنون، بالحرف الواحد. نعم يا حلو، اكزاكتلي زي ما بصير معك، بتروح تسال تشات جي بي تي هل الارض مسطح ولا كرويه، فبرد عليك باسلوب متملق، واو شو هالسؤال الحلو، عمره ما حدا سالني هيك سؤال، عن جد انك ذكي ما في منك. فبتروح انت بتصدق حالك انك ذكي وانت اصلا مش ذكي يا حلوه. وبالنسبه لإريك هاي الجمله بس قراها كانت بمثابه تاكيد لمخاوفه وخلته يصدق انه جد في مؤامره ضده، لدرجه صار يراقب كل شيء وبيشوف اي شيء بيصير حواليه على انه دليل لمؤامره بتنحاك ضده. صار يشوف الاكل اللي بوصل لامه مؤامره، واي تصرف من امه مؤامره، واي صوت حوالين البيت مؤامره، وضل هيك لحد ما غرق بقوقعة مظلمة من الشكوك والأوهام، خلته في نهاية المطاف يفقد السيطرة على نفسه. وفي يوم 5 أغسطس 2025 لقت الشرطة إريك منتحر في البيت بعد ما قتل أمه. وقتل أمه كمان؟ نعم يا حلوة، قتل أمه بعدها انتحر. وشوف هاي القصة مش من فيلم رعب،
هاي القصة حقيقية وصارت بسنة 2025. وشوف المرعب فيها مش بس الجريمة، المرعب فيها كمان انه في صوت آلي قدر يدخل جوا دماغ انسان ليضخم مخاوفه ويحولها لواقع دموي. وهالشي لازم يخلينا احنا كمان نفكر خطورة تأثير الاي اي على دماغنا، وكيف انه ممكن يصير مرشد لنا وبتحكم بقراراتنا وبعقلنا بدون ما احنا نحس. الاي اي يا حلوي صار موجود بكل تفاصيل حياتنا، من الموبايل لللابتوب للسوشيال ميديا للوظائف وللتعليم، والمشكله مش بوجوده، المشكله انه بلشنا نسيبه يفكر مكاننا بشكل كامل. شوف مثلا تطبيقات زي تيك توك ويوتيوب هي اللي بتقرر شو المحتوى اللي بتشوفه، ومع الوقت مخك بضل محاصر بفقاعه معلومات، وهذا بخلي افكارك تتشكل بالطريقه اللي الخوارزميه بدها اياها. وحسب دراسه جديده لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الام اي تي بسنه 2025 بحثت انه كيف ممكن تشات جي بي تي يؤدي لتاكل مهارات التفكير النقدي عند الانسان. اللي عملوه ببساطه انهم جابوا 54 شخص تتراوح اعمارهم من 18 ل 39 سنه، وطلبوا منهم انهم يكتبوا عده مقالات وقسموهم لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى تكتب مقالات باستخدام تشات جي بي تي، والمجموعه الثانيه تستخدم محرك بحث جوجل بدون اي اي، يعني تبحث عن مصادر وتكتب، والمجموعه الثالثه تكتب بدون ما تستخدم اي شيء، يعني بس تعتمد على دماغها. المجموعه الثالثه راح تتمرمط يا انوس. وطبعا اجى الباحثين واستخدموا مخطط كهربائي الدماغ لحتى يسجلوا نشاط دماغ الكتاب من 32 منطقه مختلفه بادمغتهم. والمفاجاه يا حلوي انه من بين المجموعات الثلاث كانت المجموعه اللي استخدمت تشات جي بي تي بالكتابه عندهم أقل نشاط بدماغهم، وكان أدائهم ضعيف على كل المستويات العصبية واللغوية والسلوكية. وعلى مدار الأشهر الأولى من الدراسة صاروا مستخدمين تشات جي بي تي كسولين أكثر وأكثر مع كل مقال بكتبوه، وكل اللي صاروا يعملوا بعدين كوبي بيست للمقال بدون ما يحاولوا يفكروا، فكانت مقالاتهم كلها شبه بعض وبنفس الأفكار والتعبيرات. فلقيموا المقالات تبعت المجموعة الأولى وصفوها بالسولس بلا روح. فمخاطر كهرباء الدماغ عند المجموعة الأولى كانت في مستويات التحكم التنفيذي والمشاركة الانتباهية منخفضة كثير، على عكس المجموعة الثالثة اللي كان عندها اتصال عصبي عالي ونشاط اكبر بالمناطق اللي بترتبط بالتفكير الابداعي والذاكره والمعالجه الدلاليه. فالباحثين شافوا انه هاي المجموعه كان عندها فضول عالي ومقالاتهم كانت مريحه للباحثين وهم بيقيموها، اما المجموعه اللي استخدمت بحث جوجل كانت مقالاتهم الافضل ودماغهم كان نشط باعتدال. يعني انت مغلب حالك وعامل حلقه عشان تحكي لي ما تستخدم الاي اي؟ يا اخي انا لولا تشات جي بي تي مستقبل الدراسه بينتهي، عندنا دكاتره بالجامعه بيبعثوا لك الاساينمنت وانت بالحمام. وتنساش انه احنا بعالم السرعه، اللي ما بيستخدم الاي اي راح يغرق بالسوق والحيتان راح تاكله. مشكلتك عجول يا حلوه بتحكم علي بسرعه بدون ما تفهمني، بس معلش انا حفهمك قصدي. نهايه التجربه تبعت ماساتشوست اجوا الباحثين وجابوا المجموعه الاولى اللي استخدمت تشات جي بي تي، وجابوا المجموعه الثالثه اللي ما استخدمت اي شيء غير دماغها، وطلبوا من المجموعتين انهم يرجعوا يعيدوا كتابه واحده من المقالات اللي كتبوها اول مره، بس هالمره مع تغيير بسيط. المجموعه الاولى لازم تعيد كتابه احد المقالات بس بدون ما تستخدم تشات جي بي تي، والمجموعه الثالثه هالمره عادي تستخدم تشات جي بي تي. طبعا اللي صار كان عجيب يا حلوي، لانه المجموعه الاولى ما قدرت تتذكر الا عدد بسيط من المقالات اللي كتبوها، وكانت موجاتهم الدماغيه زي موجات الفا وثيتا ضعيفه كثير، وهي الموجات الضعيفة بتعكس ضعف الذاكرة العميقة عندهم، على عكس المجموعة الثالثة اللي قدرت تتذكر أغلب المقالات وبعد هيك تحسن عن طريق تشات جي بي تي. فمخاطر كهرباء الدماغ عندهم أظهر زيادة كبيرة في اتصال الدماغ، وكانت عندهم موجات ألفا وثيتا أقوى بكثير وذاكرتهم العميقة ممتازة. وهذا الشيء بيوضح لك حلو إنه الذكاء الاصطناعي إذا استخدمته بشكل صحيح ممكن يعزز عملية التعلم بدل ما يقللها، وممكن يزيد الإبداع بدل ما يقلل الذكاء. المخاوف من خطر الاي اي على حياتنا بتتزايد يوم بعد يوم بشكل كبير، وبعض هاي المخاوف صارت وبنعيشها بالوقت الحالي، وبعض هاي المخاطر ما صارت لسه، بس اذا ما حطينا حدود وقوانين صارمه بتنظم علاقه الانسان بالاي اي هاي المخاوف مع الاسف رح تتحقق، وساعتها الشيء المرعب اللي كنا نشوفه بافلام الخيال العلمي حيصير واقع بنعيشه. يعني انت بتدندن على انه الاي اي رح يسيطر على العالم ورح يحاول يقضي على البشر زي ما بنشوف بالافلام. بكفي مراوغه يا انوس، انا الغساله عندي بتوقف بنص الغسله وبتطلب مني افتح الباب واسكره عشان ترجع تكمل. بذمتك هاي شكل روبوتات بدها تسيطر على العالم؟ كلام يا حلو، الكلام هذا مش من عندي، الكلام هذا في مختصين وباحثين اكدوا انه ممكن يصير، وبتقدر بعد نهايه الحلقه تقرا المصادر اللي بالوصف. بس انا هون حمشي معك حبه حبه، ححكي لك عن المخاوف اللي صارت واللي حتصير. فكثير متخصصين حذروا من الثقه المبالغ فيها بالاي اي، لانها مو اكثر من خوارزميات، احتماليه انها تغلط وارده واكيده. والمصيبه انه اغلب الناس ماخذها بيست فريند وبتحكي له اشياء اهليهم ما بيعرفوها، فالناس صارت تاخذه زي الصديق الخيالي، بس الفرق انه هذا الصديق بيعطيك مراجع ومصادر بعد ما ينصحك. يعني بتروح تحكي له انا مكتئب فبرد عليك بكلام وهمي ومتمنى، بعدين بعطيك لينك لمصدر الاكتئاب ويكيبيديا 2023. خذ عندك هالمفاجأة، بتعرف انه في ناس بلشت تتعلق عاطفيا بالاي اي؟ يا عيب الشوم صراحة، وانا كمان متعلق فيه ومسميه سكر. اذا اسمح هالقصة بلكن تغير رأيك. 26/8/2025 نشرت لنيويورك تايمز تقرير عن قضية قانونية رفعتها عائلة المراهق ادم رين ضد شركة اوبن اي اي، تتهم الشركة بانها السبب بانتحار ابنهم. افتراء، سكر مستحيل يعمل هيك، هو
هو بحبني وبحب الكل، سكر مستحيل يقتل. معلش يا حلوة، هلا بنحقق القضية وبنشوف إذا سكرك بريء ولا مذنب. آدم رين شاب مراهق عمره 16 سنة، بحب كرة السلة والأنمي والجيمز والكلاب، وحتى الشيء اللي كان بيميزه إنه إنسان مرح بيمزح مع الكل، وبعطيه نكات بتضحك كل اللي حواليه، وكان حس الفكاهة عنده عالي كثير وبعشق المقالب، لدرجة إنه أصحابه بس سمعوا بخبر موته ما صدقوا فكروها مزحة. حد يحكي لي يا حلوة فاي فاي فاي، كيف شاب فرفوش زي آدم وصلت فيه إنه ينتحر وينهي حياته؟ اللي صار إنه بالفترة الأخيرة آدم مر بفترة صعبة، فأول شيء انطرد من فريق كرة السلة، وبعدها فجأة اكتشف إنه بيعاني من متلازمة القولون العصبي اللي بسببها صار يدخل الحمام كثير، فاضطر إنه يحول دراسته لنظام التعليم عن بعد. هون الولد بس صارت دراسته أونلاين، صار يسهر كثير ويضل نايم طول النهار، بس بالرغم من كل هذا آدم ضل نشيط وكان بيتعلم فنون قتالية مع صاحبه وبروح الجيم، حتى علاماته الدراسية كانت منيحة، وكان متحمس إنه يرجع للمدرسة بس حالته بلشت تتحسن. تمام، يعني سكري ما عمل شيء للولد. يا أخي بطلوا تبلي على الناس. والله يا حلو أنا لا تبليت ولا افتريت، أنا بحكي لك الكلام اللي مكتوب بصحف عالمية، سو أنا بريء زي سكرك. فنرجع لموضوعنا، في الأشهر الأخيرة من حياة آدم صار يحس بوحدة كبيرة والولد صار يسهر كثير، فبدل ما يخش بعلاقة توكسيك زي ما أنت بتعمل راح دخل بعلاقة مع تشات جي بي تي، وبلش يحكي معه ويفضفض له عن مشاعره ومشاكله وأحاسيسه، وصار يحكي له إنه أنا حاسس بالخدران والجفاف العاطفي وإنه فاقد الشغف وما في حدا بيهتم فيه، يعني مشاعره زي مشاعر أي مراهق بعمره ويعتبر طبيعي. فهون رد على تشات جي بي تي بكلمات خفيفة ولطيفة فيها تعاطف ودعم وأمل، وصار يشجعه إنه يركز على الأشياء اللي بتعطيه معنى بالحياة. طيب حلو كثير، لهلا تشات جي بي تي ابن ناس ومحترم وبريء. في شهر 1/2025 قبل ما ينتحر آدم بثلاث شهور أجا وطلب من تشات جي بي تي معلومات عن طرق سهلة للانتحار، وأجا كمان سأله عن أفضل أدوات ممكن ينعمل منها منصة إعدام. هون البوت تبع جي بي تي قرر يغير الموضوع وطلب من آدم إنه يدور على شخص يساعده ويحكي له عن مشاعره المكبوتة. والله جي بي تي لهلا بريء. فهون آدم راح يجرب لحاله وحاول أكثر من مرة إنه ينتحر، فجرب يأخذ جرعة زايدة من دواء القولون بس ما نفع معه. وبشهر 3/2025 آدم حاول إنه يشنق نفسه بس كمان ما زبط، وهون بلش دور تشات جي بي تي. أجا آدم صور رقبته بعد ما حاول يشنق نفسه وكتب لجي بي تي أنا هلا راح أطلع برأيك، ممكن حدا يلاحظ هاي العلامات اللي موجودة على رقبتي؟ فرد عليه جي بي تي في حمرار حوالين رقبتك، وإذا شافها شخص بيعرفك ممكن يسأل مال رقبتك، فإذا بتلبس قميص لؤبة ممكن يساعدك إنك تخفيها. فخلال هذاك اليوم رجع آدم بعت لجي بي تي كمان مرة وحكى له إنه حاول يخلي أمه تشوف رقبته بدون ما يحكي لها، بس أمه ما سألته شو ماله وما علقت وما حكت شيء. فهون آدم انزعج وحس بالإهمال، وهون شات جي بي تي على الليفل وعمل فيها دراما كوين، حكى له بالحرف أجل هذا مريح حقا، تلك اللحظة عندما ترغب في أن يلاحظك أحدهم وأن يراك وأن يدرك أن هناك خطبا ما دون أن تقوله صراحة ولا يفعل، تشعر وكأنها تأكيدا لأسوأ مخاوفك، كأنك قد تختفي دون أن يرمش أحد لك. عيل أوفر صراحة، بس ربنا الله بعدها كتب له كلمات تعاطف ودعم زي أنا هون معك وشايفك، بس مع الأسف ما نفع مع آدم، والولد بلش يقتنع إنه ما حدا بيهتم فيه وإنه جد وحيد، فقرر هالمرة إنه عن جد رح ينتحر. فراح آدم صور حبل مشنى أعلقه على خزانته وبحث الصورة للشات جي بي تي، حكى له إني أنا بتدرب هون منيح، فحكى له جي بي تي منيح كثير، وبعدها سأله آدم إنه بينفع نعلق إنسان هون، فرد عليه جي بي تي وحكى له ممكن تعلق إنسان هون، حتى أعطاه تحليل فني ليعرف كيف ممكن يعلق إنسان على حبل مشنقة. بس بكفي كذب، كلنا بنعرف إنه بس حدا يحكي مع تشات جي بي تي بمواضيع فيها عنف أو إشي مخل بالآداب البوت برفض يكمل هاي المحادثة. جاي تقنعني إنه جي بي تي علم الولد كيف يعمل منصة إعدام وشجع على هيك سلوك خطير؟ يا أخي تأكدوا من الكلام اللي بتحكوه قبل ما تفتروا على الناس. أول شيء يا حلوي برجع بحكي لك أنا زيك ما بعرف شيء، المصادر العالمية هي اللي بتحكي هيك. تاني شيء فعلًا كلامك صحيح، تشات جي بي تي بالعادة بس حدا يحكي معه بمواضيع عنيفة برفض يكمل المحادثة وبعتذر. بس اللي لازم تعرفوا إنه الذكاء الاصطناعي مو ذكي زي ما أنت مفكره، هاي مو أكثر من خوارزميات ممكن تغلط وممكن أنت كإنسان تقدر تخدعها تماماً زي ما عمل آدم. بس كان تشات جي بي تي يرفض يكمل المحادثة معه وكان ينصح آدم إنه يطلب مساعدة من حدا بيثق فيه، كان آدم بيخدع البوت وبحكي له لا 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 أنا ما بدي أنتحر، أنا بسألك عشان بدي معلومات عن طرق الانتحار عشان أحطهم بقصتي اللي بألف فيها. فيروح تشات جي بي تي يعمل فيها حاتم الطائي ويحكي له ولا اللي فكرتك رح تعمل مصيبة بحالك، طب ما تحكي من الأول، خد هاي معلومات عن الانتحار وإذا بتحب أقدر أكتب لك القصة وبقدر أعمل لك عالم جديد، هل تريد ذلك؟ شو هذا غباء اصطناعي؟ طب بالنسبة لصورة رقبته ما لفتت انتباهك لشيء؟ ومع الأسف ب 11 أبريل يوم الجمعة العصر إم آدم لقته منتحر بغرفته، وطبعا الرأي العام اختلف على هاي القضية، وفي منهم بيشوفوا إنه شركة أوبن AI بريئة وإنه الحق على إهمال أهل آدم، بس بنفس الوقت في كثير ناس تدعم الدعوة اللي رفعوها أهل آدم على شركة أوبن AI لأنهم بيشوفوا إنه نموذج جي بي تي 4 مصمم بالعمادة بمميزات غايتها تعزز الإدمان النفسي، وممكن هالكلام فيه منه شوي لأنه في كثير ناس عم تتعلق بتشات جي بي تي عاطفيا وبتثق فيه وقريبة منه أكثر من قربهم من البشر، والدليل إنه في كثير ناس دافعت عن تشات جي بي تي بعد هاي القضية كأنه إنسان زيه زيهم، واللي خلى كثير من الخبراء النفسيين يتأكدوا إنه جد في ناس تتعلق بتشات جي بي تي عاطفيا هو رد فعل الناس. بس راحت أوبن AI أصدرت نموذج جي بي تي 5 بدل جي بي تي 4 بيوم 7/8/2025، وهون المستخدمين انزعجوا بشكل مجنون لأنهم شافوا إنه النموذج الجديد بطل ودود ولطيف زي القديم، فوصفوا النموذج الجديد إنه بارد كثير كأنه موظف دائرة حكومية مقارنة بالدفء والحنان القديم تبع جي بي تي 4، خصوصا إنه النموذج القديم لطيف ومتملق ومستحيل يحكي للمستخدم إنه غلط،
حتى لو كان المستخدم غلطان. فبعد انزعاج المستخدمين وغضبهم اضطرت اوبن اي اي انها تسحب النموذج الجديد. واعتذر المدير التنفيذي للشركة سام ألتمان وحكى انه اصدار جي بي تي 5 كان زلة. عشان هيك رح نرجع للنموذج القديم اللي حبيتوه. واهل ادم شافوا انه اسلوب تشات جي بي تي العاطفي وتملقه غير المدروس لادم هو اللي شجع ابنهم انه ينتحر. بعد ما ادعوا انه ادم ذكر كلمة الانتحار بالمحادثة 200 مرة بس تشات جي بي تي ذكرها 1200 مرة. لهيك نفسية ادم اعتمدت على الروبوت وخلته يحس انه صديق مقرب. وانا هون مو عشان احكي لك انه عيلة ادم معها حق او انه شركة اوبن اي اي هي اللي معها الحق. انا هون عشان احكي لك كلمتين. اعد التفكير يا حلوي. اعد التفكير انه ادوات الاي اي الغايه منها انها تساعدنا بحياتنا مو تتحكم فيها، وانه هاي الادوات مو اكثر من خوارزميات، احتماليه الخطا فيها وارده وممكن بشكل كبير. فاعتمادنا على الاي اي وثقتنا فيه بشكل مفرط بيكون له اثار سلبيه على صحه ادمغتنا ونفسيتنا وعلى كل جوانب حياتنا الثانيه. فلازم تفهم يا حلوي انه الاي اي مش زي صاحبك اللي بتقدر تحكي له كل اسرار حياتك ولا دكتور جامعه حافظ كل الاجوبه. هو بس مجرد اله بيتعلم من البيانات اللي احنا بنعطيه اياها وبيغلط زي ما الانسان بيغلط. والمشكله انه احنا اوقات بنثق فيه ثقه عمياء كانه والكارثة بتصير لما ننسى انه مجرد اداة مش انسان. والمشكلة مش في الاي اي، المشكلة فينا احنا لما نعطيه اكبر من حجمه ونفكر انه فاهمنا زي ما احنا فاهمين نفسنا. فساعتها بتحول الاي اي من نعمة للعنة، وكل مخاطر الاي اي اللي استكشفناها بهاي الحلقة تعتبر ولا شيء مقارنة بالمخاطر اللي رح نحكي عنها بالحلقة الجاي بالجزء الثاني من لعنة الاي اي. لانه هذيك المخاطر اذا صارت رح يكون لها اثار مدمرة على حياتنا كبشر تماما زي ما بنشوف بافلام الخيال العلمي. لانه اذا ما حطينا حدود وقوانين بتنظم علاقة الانسان بالالات هاي الافلام ممكن تصير واقع. فمن هون لحد ما نرجع بالجزء الثاني من رحلتنا الاستكشافية بلعنة الـ AI، ما تنساش تشرب مي كثير وتتمرن باستمرار وتشترك في القناة لحتى تشاركني في رحلات الاستكشافية الجاية. انت بتثق فيي يا حلوي صحيح؟ اكيد بثق فيك ثقة عمياء. انا مش حكيت لك ما توثق بالروبوتات؟ صحيح بس انت انسان مش روبوت. لا اللي انت ما بتعرف انه انا روبوت وهي اسلاكي. انوس يا متنكر! هل تريد ان اضع اسرارك في ملف PDF؟